السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل تجربة جديدة مع الميد جورني، ألا وهو إن أنا هديله جملة معينة وأبدأ أشوف الجملة دي في مواقع تانية منافسة للميد جورني. فمثلا هاجي هنا وأقول له imaging وأديله وصف معين، أطلب منه يعمل لوحة معينة، وفي نفس الوقت هروح أعمل ده في حاجات منافسة ليه. في نايت كافي هقول له كرييت، عندي في اكتر من شكل نقدر نختار منه، هديله الجملة بتاعتنا هيت، ممكن نديله صورة، هقول له ايه كرييت، وهروح لديل اي واديله برضه نفس الحاجات، وهروح ستيبل ديفيجن وعندنا برضو البلاي جراوند اهوت، اقول له جنريت. البلاي جراوند فيه شويه مزايا حلوه قوي، يعني الفلاتر اللي هنا حاجات خرافيه، مجرد تختار حاجه بتلاقي الشغل كله اختلف تماما. وهنا هو بيعتمد على السيو ديفيجن او بيعتمد على ديل 2 وتقدر تعدل في البرامتر. دي الصوره اللي جات لنا، تقدر تقول له كرييت فيبدا يعمل صوره تانية مختلفة تماما رغم من نفس الكلام، لكن هو دي قوة الذكاء الاصطناعي. طيب ستيبل ديفيجن جاب لي الصور، وهنا الديل 2 اهوت جاب لي برضو صور مختلفة، والنايت كافي تعال نشوف الصورة اللي عملها. لسه تقريبا كون صورة او انا تقريبا النوت بتاعتي خلصت. طيب تعال نروح للميد جورني، عمل لي الصورة ديت تمام. فانت تقدر تحدد بقى اني واحدة فيهم اللي انت مسرح فيها. طبعا كل واحدة فيهم ليها البارامترز الخاص بيها، يعني هنا تقدر تقول له انا عايز مثلا اول واحدة تكبرها لي، اخر واحدة تكبرها لي، هات لي في 4. البرامتر نفسها بتختلف بتدي قوة اكتر او كده. النت كافي اهوت، الصورة بس كانت لسه بتحمل، دي الصورة اللي طلعت لنا منه. والديل 2 ستيبل ديفيجن بلاي جراوند اي اي، دول اكتر حاجات ممكن نقارن بيها.